من بورت سودان ينضم إلينا مراسل الحدث المقداد حسن. أهلا مقداد، لك أولا نريد أن نعرف منك أهمية اللاكندي، يعني هذه المنطقة ما هي أهميتها لينسحب منها الجيش ويعود السيطرة عليها من جانب قوات الدعم السريع، هذا بجانب باقي التطورات الميدانية والإنسانية أيضا. مرحبا تهاني. طبعا ولاية سنار وعلى تخوم مدينة سنجة عاصمة الولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ أواخر يونيو الماضي، هنالك عدد من المدن وعدد من البلدات المهمة، وتقدم الجيش السوداني في أي نقطة منها يعني تضييق الخناق على قوات الدعم السريع التي باتت يعني جغرافيا شبه محاصرة في هذه المناطق، وهي رقعة جغرافية ليست صغيرة، فيها عشرات القرى التي يتوسع فيها الجيش السوداني في الفترة القليلة الماضية. نتحدث عن منطقة اللاكندي الواقعة جنوبي هذه المدينة، يعني أن الجيش السوداني القادم من ولاية النيل الأزرق هو يزحف ويتوغل في مناطق كانت بها قوات الدعم السريع، والآن هي باتت تحت سيطرة الجيش، ما يعني فرضيا زيادة الخناق على قوات الدعم السريع المتواجدة في هذه الولاية. هذه الولاية أيضا بها عدد من المحاور المهمة من الناحية الشرقية والشرقية الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية، كل هذه المحاور هنالك عدد من البلدات وعدد من النقاط التي يتوغل فيها الجيش السوداني ويحرز فيها تقدما بصورة مستمرة خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى تنفيذه عدد من العمليات الجوية على قوات الدعم السريع التي يعني تتواجد وتتحرك في هذه الولاية المهمة. ننتقل إلى ولاية شمال دارفور، وهي من أيضا من المناطق الساخنة جدا. مدينة الفاشر منذ مايو الماضي تعيش على وطأة معارك ضارية، فيها تحاول قوات الدعم السريع إحراز تقدم في هذه المدينة والتوغل إلى مناطق جديدة يسيطر عليها الجيش السوداني. بالأمس دارت معارك ضارية بين الجانبين، استخدمت فيها ضربات جوية من قبل الجيش السوداني بصورة عنيفة على مواقع الدعم السريع في شرق مدينة الفاشر، وأيضا استخدمت فيها القذائف المدفعية الثقيلة بين الجانبين. الجيش السوداني وقيادة الفرقة السادسة مشاة في هذه المدينة قالت إنها تصدت إلى هذا الهجوم وأنها كبدت قوات الدعم السريع العديد من الخسائر، هذا بجانب قطع الطريق وقطع الإمداد من قبل قوات الدعم السريع حسب ما أعلنت هذه القوات المشتركة، أنها يعني استحوذت على عدد من الآليات العسكرية وعدد من العتاد الذي كان قادما لقوات الدعم السريع في هذه المدينة المهمة في والتي تعتبر آخر معقل للجيش السوداني في إقليم دارفور. في العاصمة الخرطوم طبعا هنالك عدد من المحاور المهمة التي يتجدد فيها القتال بصورة اعتيادية وصورة روتينية. نتحدث عن محور مدينة بحري، الأحياء الجنوبية من مدينة بحري التي أيضا يحاول الجيش السوداني فيها يوميا التوغل إلى مناطق جديدة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، على أحياء شمبات وكذلك بعض من أحياء ومناطق الحلفاية. في هذا الصباح سمعت أصوات اشتباكات يعني متقطعة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، أيضا المدفعية الثقيلة من قبل الجيش السوداني المتمركزة في شمال مدينة أم درمان هي تنفذ ضربات مدفعية على مواقع الدعم السريع سواء كان في مدينة بحري أو في مدينة الخرطوم. بالمقابل محور سلاح المدرعات وكذلك محور المجرن في وسط العاصمة الخرطوم، هذا المحور الذي يعتبر من بين الأهم لأنه نعم. يعني تدور فيه معارك ربما هي الأعنف من بين جميع نعم. المحاور، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في ساعات هذا الصباح. تهاني، شكرا من بورت سودان مراسل الحدث المقداد حسن. نعم.